مثل ميثاق العمل الوطني انطلاقه حقيقيه للمراه البحرينيه فقد كفل من خلال مبادئه وقيمه حقوقها السياسيه والاجتماعيه والقانونيه وهو ما مكنها لتكون شريكا رئيسيا في التنميه الشامله بالمملكه من خلال تبوئها مناصب قياديه متعدده وتحقيقها العديد من المنجزات المحليه والدوليه إنما تشهده المرأة البحرينية اليوم من نهضة رفيعة وقدرة على ممارسة حقوقها كاملة خاصة السياسية كان بفضل ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي فتح مرحلة جديدة من دولة المؤسسات العصرية وتطور التجربة الديمقراطية البحرينية فالدستور الوطني قد ضمن مبادئ ومواد تقوم على أسس راسخة من حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والشفافية حتى بات القاعده الاساسيه لجميع التغيرات التي شهدتها المملكه في العصر الاصلاحي الزاهر لجلاله الملك المفدى فقد عزز الميثاق الحقوق السياسيه والقانونيه للمراه البحرينيه باعتبارها شريكا للرجل في مسيره الاصلاح والانجاز وكفل لها ممارسه الحقوق السياسيه كامله لاول مره متقدمه على نظيراتها في العديد من دول العالم فقد كان من أبرز شواهد ميثاق العمل الوطني هو إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليتبع صاحب الجلالة الملك المفدى وتكون له شخصيته الاعتبارية حيث يعتبر المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ان صاحبه السمو الملكي رئيسه المجلس الاعلى للمراه كانت وراء العديد من المبادرات الهادفه الى دعم الجهود الوطنيه لتمكين المراه البحرينيه واعلاء شانها والمساهمه في ادماجها في مسار التنميه الوطنيه من خلال وضع الاستراتيجيه الوطنيه من قبل المجلس واعتمادها من صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عهل البلاد المفدى والتي تعتبر الخطه الرسميه لمنهاج عمل المجلس الاعلى للمراه يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معيارا أساسيا يوضح درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديمقراطية واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق جاء العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ليدعم عمل المجلس الأعلى للمرأة والذي بدوره مهد الطريق أمام المرأة البحرينية لتحقيق إنجاز تلو الآخر ولتخطو خطوات واثقة وثابتة نحو تقدمها وتكون شريكا أساسيا في التنمية التي تشهدها المملكة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين